كلمة راعي المؤتمر الدكتور حسن غباش وزير الصحة. الزميلات، الزملاء، السيدات والسادة الحضور، يسرني أن أكون معكم اليوم في افتتاح فعاليات هذا المؤتمر العلمي للجمعية السورية للمولدين والنسائيين بحضور هذه النخبة من الزميلات والزملاء من اختصاصي أمراض النسائية والتوليد في سوريا ومختلف الاختصاصات المرتبطة بهذه الأمراض. لقد شهدنا في سوريا منذ أيام معدودة إنجاز الاستحقاق الدستوري الهام، وقد توج بانتخاب سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيساً للجمهورية العربية السورية لولاية دستورية جديدة. وما رعايتنا لهذا المؤتمر العلمي الهام وكذلك للعديد من الأنشطة والمؤتمرات العلمية والتخصصية إلا إيماناً منا بأهمية تعزيز الجهود الوطنية لدعم سبل التعليم الطبي المستمر على المستويين المركزي والمحيطي كأحد المقومات الأساسية لتطوير الأداء المهني للأطباء بمختلف اختصاصاتهم، ولا سيما اختصاص الأمراض النسائية الذي يعنى بصحة المرأة التي قامت وما تزال تقوم بدور محوري في النهوض بالمجتمع في كافة المجالات وعلى كافة المستويات. الزميلات والزملاء، في الوقت الذي يعد فيه عملكم اليومي أمراً يستحق الثناء بحد ذاته، سواء في مشافي الأمراض النسائية والتوليد أو في الأقسام التخصصية الأخرى في جميع المشافي، كذلك في العيادات الخاصة، إلا أن ما قمتم به إلى جانب بقية العاملين في القطاع الصحي خلال سنوات الحرب على وطننا كان مثالاً يحتذى وقيمة مضافة لرسالة مهنة الطب الإنسانية ووسام شرف على صدرها. وإننا إذ ننظر بفخر واعتزاز إلى عملكم هذا، فلا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لتحسين جودة الخدمات لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك خدمات الأمراض النسائية والتوليد في المؤسسات الصحية وحماية حقوق المرضى والحفاظ عليها. لذلك فإنني أطلب إليكم الاستمرار في السعي لتحقيق التفوق في كل جانب من جوانب اختصاصكم بما في ذلك الاهتمام بإجراء الدراسات والأبحاث الطبية لتطوير منظومة خدمات صحة الأم والطفل والرعاية الصحية بمستوياتها المختلفة. وأشير هنا بكل اعتزاز إلى أن سوريا تخطو خطوات هامة على هذه الصعود. السيدات والسادة الحضور، بالرغم من الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سوريا منذ أكثر من 10 سنوات وتعاظم التحديات التي يواجهها القطاع الصحي كما باقي القطاعات الخدمية في الوطن نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية من مشافي ومراكز صحية ومنظومات الإسعاف واستهداف الكوادر الطبية من قبل المجموعات التكفيرية المسلحة، والذي ترافق مع حصار اقتصادي غير مسبوق طال القطاع الصحي وعرقل الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية من الأدوية النوعية واللقاحات والتجهيزات الطبية وغيرها من المستلزمات. فقد استمرت وزارة الصحة في القيام بواجباتها الإنسانية لتوفير متطلبات المجتمع من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وفق أقصى الإمكانات المتاحة. وتعمل وزارة الصحة على توفير خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية في مجال الأمراض النسائية والصحة الإنجابية بشكل عام.
عبر المؤسسات الصحية التابعة للوزارة، كما أنها تعمل بذات الوقت على تعزيز اختصاص النسائية والتوليد لتوفير الخدمات العلاجية مجاناً، وذلك فضلاً عن تخصيص مراكز للتوليد الطبيعي في عدد من المحافظات، بما يضمن تمكين النساء الحوامل من الحصول على الخدمة المطلوبة بشكل أفضل في ظل الصعوبات التي ولدتها الحرب، هذه الحرب الإرهابية على البلاد. الزميلات والزملاء، السادة الحضور، ختاماً أنتهز هذه المناسبة لأتقدم بالشكر والتقدير السيد رئيس الجمعية وجميع الزملاء لكل ما بذلتموه للارتقاء بواقع الخدمات الطبية النسائية والتوليد في سوريا. أتمنى أن يكون حضوركم مجزياً، وأتمنى لكم التوفيق وشكراً.